ملف الاسرى جناح اتفاق السويد الاخر الى جانب ملف الحديده لم يبارح والآخر الاخر مكانه ولم يغادر مربع الاجتماعات التي تصطدم كل مره بحجر تنصل الحوثيين عن الاتفاقات. اجتماع جديد في العاصمه الاردنيه عمان للوصول الى القوائم النهائيه للاسرى وهي الخطوه التي عرقلها الحوثيون كثيرا وأخر تقدم الملف برفضهم الافصاح عن مصير 232 اسيرا من قوائم الحكومه. يلتقي ممثلون عن الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي برئاسة المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث وبحضور رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر. تفاؤل أممي ودولي وسط ما خوف من عرقلة الحوثيين للاتفاق الذي يحدد مصير نحو 16 ألف أسير والعودة به إلى مربعه الأول. بالتزامن مع ذلك ولأول مرة يكشف عن مصير السياسي المختطف لدى الحوثيين محمد قحطان في مذكرة مسربة لوكيل نيابة الحوثيين موجهة إلى وكيل جهاز الأمن السياسي بالإفراج عن قحطان وفقا لتوجيه رئيس النيابة تسريب حول قحطان الذي تكتمت الميليشيا طويلا عنه بالتزامن مع انعقاد اجتماع الأسرى يفتح الباب أمام التساؤلات عن مصيره مساع أممية للإفراج عن نحو 16 ألف أسير من قوائم الشرعية والحوثيين في مبادلة لأسرى حرب بمدنيين تختطفهم الميليشيا من الشوارع والطرقات كل يوم، ولا تزال تفعل حتى مع انعقاد اجتماعات اللجنة الأممية المشتركة. منظمة العفو الدولية طالبت الحوثيين بالإفراج عن الناشطة أوفا النعامي مديرة شؤون اليمن بالإنابة في منظمة سيفر وورد البريطانية التي اختطفت قبل أسبوع في صنعاء. أرقام متزايدة للمعتقلين في سجون الحوثيين من المدنيين وتجاهل أممي ودولي وعجز للشرعية التي تماهت مع تجزئة القضية اليمنية وقبلت بمبادلة أسر الحرب بمدنيين وضاعت في جزئية القضية وهوامشها بعيدا عن القضية الأساسية